السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بصراحه الله هذا النهار هذا جيناكم ان شاء الله واحد الفيديو اللي بصراحه ما بغيناش نبارطاجيوه معكم، ولكن دعات الضروره نشارك معكم هذا الفيديو هذا. بصراحه الله الام ديالي مريضه بزاف، وكنتمنى منكم ان شاء الله الدعوات في هذا الشهر المبارك ورمضان المبارك عليكم، والله يجعل ربي تكملوا صيامكم ان شاء الله بخير وعلى خير. صراحة الحالة الصحية ديالها ما عجبتنيش مؤخرا، عرفتي اش غنقول لكم، مرضت بزاف بزاف ملي ديتها للطبيب، وقع عندها بزاف الحوايج وتخلعت عليها، والله العظيم الا تخلعت عليها ما كيما نقول لكم. المهم تأثرت بزاف وما قديتش على هادشي اللي وقع الام ديالي. بصراحة والله ما بغيت نبارطاجي معكم، ولكن بغيتكم تدعوا معاها ان شاء الله يا ربي، وبغيتكم توقفوا معاها وتحفزوها للخير. بصراحة انا عارفاكم دائما كتوقفوا معنا ودائما كتشجعونا، وبصراحة الله جاني يعني هادشي هذا صعيب شي شوية. كنتمنى منكم ان شاء الله يا ربي الدعوات ديالكم اللي هي اساسية في هذا الفيديو هذا، دعوا لي مع ميمتي راه عيانة والله الا عيانة بزاف، ونعطي واحد التحية لأميمة، وميمة تزيد تكمل ليكم. وسلام المتتبعين ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سلام المتتبعين ديالنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، كيف ما قالت لكم تيتي جات غير باش توضح لكم، مع انها راه شحال هذه ما لحناش، وهذا هو السبب ديال اننا كنا ما كنلوحوش. المتتبعين ماما مرضات مسكينه، واحد المرضى اللي زعما ما عمر مرضات هكا، ونتمنى ان شاء الله يا ربي الدعوه معاها باش تشافى وتولي كيما كانت. وانتم معنا المتتبعين، عطيتي اش غادي تكملي داكشي اللي كاين. صراحه الله والله الا فوق ما كنشوفها في هذه الحاله يعني كتبقى فيا، ما كنقدرش ندير فوق من الطاقه ديالي باش تكون هي مزيانه وتكون في اتم الصحه ديالها. صراحه ما بغاش انها تمشي تدوز ليا عند طبيب اختصاصي في الكيلي، كتهرب منه دائما وما تتخاف، كتخاف شي شويه ما كتقدرش، هي ماشي زعيمه كتقول انا انفو ندير لوبيراسيون غادي نموت، حتى الموت علينا كاملين، راه ماشي حتى دير لوبيراسيون راه ولا تكوني غدا غير في الطريق، ولا كتب الله الموت راه علينا كاملين، راه ماشي عيب الموت والله. ايوا انما كتجي قاصحه على الوالدين، سواء تشوفهم في القبر، سواء تشوفهم في مرات، سواء تشوفهم في شي حاله اللي ما كتعجبش، راه يبقاو فيك الوالدين شي حاجه اللي مهمه في الحياه والله العظيم اللي مهمه في الحياه. انتما خوتي شوفوا غير شحال ديال الدواء خرج لها الطبيب، عرفتي راه عرام ديال الدواء، ها راه ديتها دوزت ليها عند الطبيب محمد البحري صراحه، اللي حتى هو عنده الطب العام، وهذا ملي دوز ليها قال لها راه عندك الكالكير في الكلاوي، وراه عندك هاد المسائل هادو خايبين، عندك القلب كيضرب واحد الضربات ماشي عاديه، كيبقى غير يزد حلال القلب. قال لها واش كتستريسي واش كتعصبي واش هذا، قلت له ما عندي حتى حاجه لا تعصبني، قال لها راه الحاله ديالك راه ما كتفرحش، يعني راه خصك تمشي يعني الطبيب متخصص يا اما بالقلب، وخصك حتى الطبيب متخصص بالكلاوي. صراحه خديت ليها الدواء، خديت كانت فيها حتى قرحه المعده، خديت لها بزاف د الحوايج، وخديت لها هاد لونتيبيوتيك، وخديت لها شي حوايج اخرين اللي ما تقدرش صراحه نشارك معكم، راكم عارفين الشميعات وداكشي، وخدينا لها هذا ديال لي غاز. صراحه هذا راه كنت انا خرجوا لي الطبيب على حساب المصران، كنت كنشرب وراه واعر هذا اكسور، صراحه زوين بزاف. المهم هذا هو الفيديو ديالنا النهار هذا، المضمون منه انكم تعاودي مع الوالده ديالي راه عيانه بزاف، غادي نطلب منها تعطيكم شي كلمه راه جالسه معنا وكتسمع. ونتمنى كاملين المتتبعين سواء اللي كيعيطلها في التليفون ولا اللي كيصونيو عليها يحاولوا انهم يقنعوها دير لوبيراسيون، راه عييت انا معاها والو ما كتسمعش ليا ابدا، كتقول انا لوبيراسيون هي اللي ما نديرش ما نشوفش فيها. المهم غادي نطلب من الناس تعطيكم شي تحيه، واخا ما قدرتش والله ما قدرت تهضر، ولكن بغيتكم تشوفوها حتى هي تشوفكم وتدعوا معاها. السلام عليكم المتتبعين ديالنا العزاز، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ومبروك عواشركم، تصوموا وتعاودوا وتعيدوا وتعاودوا وفرحان ان شاء الله يا ربي. ايوا كنطلب منكم دعيو معايا المتتبعين كاع اللي كيبغيوني، دعيو معايا الله يجعل سيدي ربي يشافيني ويشافي المسلمين اجمعين يا ربي، والله يرضى عليكم داخل المغرب وخارج المغرب.
مبارك عليك ماما بصراحه هاد الله والله مسكينه عيالي وباينه حتى من وجهها، وبزاف الناس عاد اللي كيجيو كيزوروها كيقولوا لها فيك بوصفار فيك هادي فيك هادي، كيشوفوها بحال صفارت بحال اللون ديالها تبدل. كنقول يعني ما داك الشيء راه يمكن الكلاوي ولا الحريق وداك الشيء اللي مأثر لك على وجهك، كتقول لها لا يمكن انا غير فيا غير شويه بوصفار، يمكن انا فيا غير هادي، يمكن انا فيا غير هادي. هو راه المشكل، راه المشكل في حد ذاته خصو العمليه وخصو الطبيب اللي يكون جراح وداك الشيء ان شاء الله. كنقولها ما تخافي من حتى حاجه صراحه الله والله ما كتقبل، كتقول لا ما نقدرش. والعائله ديالي كنشكرها بزاف، عائله سمحني ما مساكن اللي كاملين كيسولوا كاملين كيجيو مساكن بلا كاميرا بلا حتى حاجه، كلشي تيجي تيطلع عليها. راه هادشي راه بداها يعني شي 3 ايام هادي وهي مريضه، وتحيه الجيران ديالها كاملين مساكن كيشوفوني في الزنقه كيبقات ماماك كيبقات ماماك. قلتلهم الحمد لله راه شويه بخير، كنت درت لها واحد المفاجاه ولكن ما كملتش فرحتي والله ما كملت، حيت بحكم مرضات ويعني ما جاتش مناسبه ديال هاد الفرحه مع المرض، يعني ما جاتش انني ندير لها هاد المناسبه هادي. كنتمنى من ربي ان شاء الله يشافيها ويعافيها ويخليها لنا ان شاء الله يا ربي، ونبغيها ان شاء الله ما تبقاش مطبقه ماما. يحفظكم امين ينوركم امين يا ربي. نضمي ماما بوسيها وقولها احنا معاك انا مع اصلا مسكينه ماما مع انا ويا بوي ديال الدار صافي نتمنى لك الشيء اللي كاين. شكرا لياسين، شكرا على الدار كاملين اللي كيسول بيا وكيكبر بيا الله يجعل تدار بيا. كبيره سولات فيك حتى حليم الله يسول بيا خير مساكن كلهم كيسولوا كلهم كيعيطوا، وصراحة الله عسي القلب ديالها كيضرب واحد الضربات ماشي عاديين، وهذا الشيء اللي خلاني راه ملي رجعنا من الطبيب وانا كنحط لها راسي هنا كنبقى كنتسنط عليها. ما تخافيش عليا دابا نولي ان شاء الله مزيانه. و سي ماما اسمع والله الا عرفتي قلبك كيضرب واحد الضربات في الشكل، حتى الطبيب قالها لا قالها راه قلبك كيضرب واحد الضربات ماشي عاديين، ولقينا لاطونسيون عندها طالعه. شكون تراني ولدي لقينا لاطونسيون عندها طالعه ما عرفناش مناش، وتبارك الله كما كتعرفوا راه عايشه غير هي وامي وبابا، ما كاينش يعني اللي قلقها ولا اللي يدير لها حتى شي حاجه، هادشي غير من عند الله سبحانه وتعالى. ما فهمناش هادشي مناش، ونتمنى لها ان شاء الله الشفاء العاجل، وانا ماما قدامها وانا موراها ان شاء الله. سوا بغات دير العمليه سوا ما بغاتش والله. واش غندير ماما راه كي مي واش براني عليها؟ ايوا انا ما درتش انا هادشي شكون غيديرو؟ راه ما كاينش حد اللي غادي يجي ويطيح لك على ماك ولا على باك ولا على خوك، راه الا ما كنتيش حنين في خوتك وحنين في امك راه ما كاينه حتى شي حاجه في الحياه والله العظيم. ايوا الله يجعل سيد ربي يسبقنا قدامكم. يعني ما تقوليش هكاك عرفتي صدرها مسكينه مدعدع ما قادرش تهضر. الحمد لله ولكن الحمد على كل حال. علاش تبنا ولا شتي ماما راسك ماشي هو هذاك نمشيو لشي طبيب واحد اخر ثاني نعطيوها هذا الاسبوع لهذا الدواء عاود نشوفوا شنو كاين. ستكمل شويه الدواء تيتي الحرق راه صافي الحرق الكلاوي راه مزيان وكانت كترد دائما والحرق عندي راه الدار ما بقاش كنرد ملي درت هذاك الدواء الحمد لله. واخا ما تاكلتي شي حاجه كترد. ايوا نعطيو الوقت عاوتاني ذاك الدواء نشوفوا شنو كاين، يكون خير ان شاء الله يا ربي يكون خير. مشاهدين ديالنا بصراحه كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنىكم ان شاء الله تدعوا مع الوالده ديالي ان شاء الله بالشفاء العاجل. بصراحه راه يمي كتمرض الام في الدار كيمرض الجو كامل كيمرض سبحان الله العظيم، وكنتمنىكم ان شاء الله تدعوا معها وربي يرزقكم الصحه والسلامه. وهذا النهار هذا هو الفيديو ديالنا غادي نودعكم فيه، والسلام عليكم. السلام عليكم.